نزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. والآن مع درس جديد من دروس الجبر للصف الثالث الإعدادي، وهنكمل مع بعض العلاقة والدالة، ونتكلم النهارده على الدرس الثاني. طبعا نتكلم في الترم الايه، في الترم الاول. ملاحظات، اول ملاحظة بتقول لي ايه دلوقتي، اول ملاحظة بتقول لي الكلام ده كنا خدناه بس المرة فاتت، بس نكتبه صوره. ملاحظات، ملاحظة الاولانية بتقول لي ان ضرب س ضرب ص لا تساوي ص ضرب س، وقلنا بالمثال، خدناه بالمثال ان س ضرب ص لا تساوي ص ضرب ايه، ضرب ايه س. الحاجة الثانية، عدد عناصر س في ص اللي هو عبارة عن عدد عناصر الس في عدد عناصر الص. يعني عشان نجيب عدد عناصر س ضرب ص بنجيب نشوف عدد عناصر س كام، وعدد عناصر س نضربهم في بعض يدينا عدد العناصر اللي في ايه، س ضرب ايه، ضرب الص. الحاجة الثالثة هنا بيقول لي نفس الكلام اللي احنا سايلينه، ان نون س في ص او ضرب ص بيساوي نون س في نون ص، يعني عدد عناصر س في عدد عناصر ص بيساوي عدد عناصر س ص في عدد عناصر الس، حيث نون ترمز لعدد الايه، العناصر. الحاجه اللي بعد كده ان عدد عناصر س 2 اللي هو عباره عن عدد عناصر س في ص اللي هي س ضرب ص اللي هي عدد عناصر س في عدد عناصر س، يعني نشوف عدد عناصر س كام. لو كانت عدد عناصر س 3 يبقى نقوله عدد عناصر س 2 بتساوي 3 في 3 بكام، بايه، ب 9. طيب نفس الفكره برضو لما يقول لي نون فاي عدد عناصر المجموعه الخاليه بيساوي فاي، هي يعني مجموعه فاضيه ما فيهاش اي عناصر، يبقى عدد عناصرها بيساوي الكام، الصفر، بيساوي الايه، الصفر. بعد كده رقم 6 بيقول لي ايه، ان المجموعه س لما نضربها في المجموعه فاي كضرب يعني بيساوي المجموعه فاي ضرب المجموعه س بتساوي الفاي، بتساوي الايه، الفاي. ملاحظه رقم 7 بيقول لي ان فاي ضرب فاي يدينا الفاي، يعني عدد عناصر المجموعه الخاليه اضربها في عدد عناصر المجموعه الخاليه تديني الايه، فاي، مفيش عناصر يبقى تديني الايه، هنا الايه، الفاي. يبقى ديت كانت مجموعه من الملاحظات اللي احنا كنا خدنا جزء منها ونكمل عليه. مثال بيقول لي اذا علمت ان السين عناصرها عباره عن 4 و3، الصاد عناصرها 4 و5، العين عناصرها 6 و5، اوجد مجموعة من الحاجات الكويسة والجميلة نشوفها مع بعض. أول حاجة عايز مني س تقاطع الص، س تقاطع الص ضرب عين. اتنين س فرق ص ضرب عين. تلاتة س ضرب ص فرق عين. أربعة س تقاطع عين ضرب ص. خمسة ص تقاطع العين ضرب س. ستة س اتحاد الص ضرب ص فرق الايه، العين. يلا نبدا كده واحده مع بعض، نبدا الجزء الاولاني نشوف مع بعض. اول حاجه مين عندنا بيقول لي هات لي س تقاطع الصاد ضرب عين. طيب الس تقاطع الصاد، ادي الس والصاد التقاطع هي العناصر المشتركه. ايه العناصر المشتركه بين الس والصاد؟ هنلاقي الكام، الاربعه. ضرب او في عناصر العين اللي هي 6 وكام و5. طيب يلا نضربهم مع بعض بقى ضرب الديكارتي. حصل ضرب الديكارتي بنقول ازاي؟ نقوله العنصر الاول اللي هو 4 ينضرب في ال5، وال4 ينضرب في ال6، وال4 ينضرب في ال5. يبقى هنا كازواج مرتبه 4 و5 و4 وكام و6 او 4 و6 و4 وكام و5. يبقى هنا س تقاطع الصاد ضرب العين بالنهاية بتطلع لي كام؟ الزوج المرتب 4 و6 والزوج المرتب 4 وكام؟ وإيه؟ و5. طيب 2
عين فرق صاد ضرب عين، سين فرق صاد ضرب الايه العين. طيب تعال نجيب الفرق ما بين السين والصاد، ادي السين وادي الصاد، عايز نجيب الفرق. الفرق معناه العناصر الموجوده في السين وليست موجوده في الايه في الصاد، العناصر موجوده في السين وليست موجوده في الصاد. ايه اللي موجود في السين مش في الصاد؟ هلاقي التلاته. يبقى سين فرق صاد يديني كام؟ تلاته. ضرب العين يبقى نحط عناصر الايه المجموعه عين اللي هي سته وكام والايه والخمسه، ونعملها كأزواج مرتبه، يبقى الثلاثه مع السته والثلاثه مع الكام؟ مع الخمسه. الثلاثه مع السته والثلاثه مع الايه؟ مع الخمسه. طيب رقم ثلاثه عايز سين، يبقى عناصر المجموعه سين ضرب ديكارتي، حاسب ضرب ديكارتي لهم مع صاد فرق عين. طيب سين عناصرها كام؟ عباره عن اربعه وثلاثه. ضرب عناصر صاد فرق مين؟ صاد فرق الايه؟ العين. ادي الصاد وادي العين. الفرق اللي ما بينهم هم اللي هو الموجود في صاد مش موجود في عين. ايه اللي موجود في صاد مش موجود في عين؟ هلاقي الايه؟ الاربعه. طب تعالى نضرب، نضربهم ازاي؟ نقول اربعه واربعه. يبقى المسقط العنصر مسقط الاول بيبقى من المجموعه الاولانيه، اربعه واربعه، بعد كده اربعه وايه؟ وثلاثه واربعه. اربعه واربعه، بعد كده نقوله 3 وايه و4. يبقى انا كده جبت ايه اللي هي عباره عن س ضرب ص فرق الايه فرق العين. المثال ده احنا كنا وصلنا لاخر حاجه وصلنا لها رقم كام؟ رقم 3. تعال نشوف رقم كام بقى دلوقتي، نتكلم في رقم 4. يبقى تابع المثال اللي فات هنتكلم على رقم كام 4. رقم 4 بتقول لي ايه؟ عايز مني س تقاطع العين ضرب عناصر مين؟ الصاد. طيب يلا نجيب الاول حاجه س تقاطع العين، ادي الس وادي العين. عايز نجيب التقاطع، عايز نجيب المشترك ما بينهم. هنا في اربعه وثلاثه وهنا خمسه وسته، ايه المشترك؟ ما فيش، يبقى فاي. ضرب عناصر الايه؟ الصاد. عناصر الصاد عباره عن اربعه والكام والخمسه، اربعه والكام والخمسه، يبقى الفاي. ضرب عناصر اي مجموعه يديني الفاي، يديني هنا ايه؟ الفاي. ايه هي المجموعه الايه؟ الخالي. يديني المجموعه الايه؟ الخالي. طيب رقم كام؟ رقم خمسة. رقم خمسة عايز مني في رقم خمسة بيقول لي هات لي ص تقاطع العين ضرب س. ص تقاطع العين ضرب الايه؟ س. ص تقاطع العين، ادي الص وادي العين، يتقاطعوا مع بعض في الكام؟ في الخمس. ضرب الس اللي هي عناصرها عبارة عن أربعة وكام وثلاثة. يلا نقوله، يبقى نقوله خمسة والأربعة زوج مرتب والخمسة والثلاثة زوج مرتب، يبقى هي ديت الايه؟ الحاصل ذكرتي المطلوب. طيب رقم ستة طالب مني في رقم ستة، بيقول لي في رقم ستة عايز مني س اتحاد الصاد ضرب صاد فرق العين. واحدة واحدة، س اتحاد الصاد يبقى كل العناصر اللي في س في الصاد ما عدا التكرار، ما بناخدش الحاجة المتكررة غير مرة واحدة، يبقى ناخده الأربعة والثلاثة ونيجي على المجموعة الصاد هناخد منها الخمسة لأن الأربعة موجودة أصلا. يبقى هنا الصاد اتحاد العين عبارة عن الأربعة والثلاثة والخمسة، الأربعة والثلاثة والخمسة أو الثلاثة والأربعة والإيه والخمسة. بعد كده ضرب صاد فرق عين، صاد فرق عين، صاد فرق عين، اللي موجود في الصاد ومش موجود في العين هنلاقي ايه الموجود؟ يبقى هنا في الايه؟ الاربع، في هنا الايه؟ الاربع. طيب نبتدي نضرب، نعمل ازاي؟ بنضرب كل عنصر من عناصر المجموعه الاولانيه في كل عنصر من عناصر المجموعه الثانيه بالترتيب. نبدا الاربعه، الثلاثه مع الاربعه، مفيش غير عنصر واحد، بنقوله الثلاثه والاربعه كزوج مرتب. نرجع نقول الاربعه والاربعه، خمسة والأربعة، يبقى دي هي الأزواج المرتبة عبارة عن ثلاثة وأربعة، أربعة وأربعة، خمسة وإيه؟ وأربعة. يبقى هنا كده كملنا المثال اللي إحنا. المثال اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ إذا علمت أن س عبارة عن كام؟ عبارة عن ثلاثة وخمسة، الصاد عبارة عن ثلاثة وسبعة وثمانية، والعين عبارة عن ثلاثة وأربعة وخمسة، أوجد إيه؟ س ضرب ص تقاطع س ضرب عين. الحاجة التانية طالبها مني بيقول لي س ضرب ص تقاطع العين، ماذا تلاحظ؟ نشوف مع بعض ايه اللي هنلاحظه في هذه الايه المسألة. واحدة واحدة كده، يبقى أول حاجة نعملها نجيب س ضرب ص. نبتدي نجيب أول حاجة س ضرب ص، أدي س وأدي الص ونجيب الضرب ما بينهم. يبقى نبتدي نقول كام؟ 3 و3، 3 و7، 3 و8. وبعد كده نقول خمسة وتلاتة، خمسة وسبعة، خمسة وثمانية.
يبقى هو ده يبقى 3 و3 3 و7 3 و8 5 و3 5 و7 5 و8 يبقى انا كده جبت س ضرب م ضرب ايه ص. نرجع نجيب ايه س ضرب ايه نجيب س ضرب ايه س ضرب عين س ضرب عين ادي الس وادي العين عايز نجيب الضرب ما بينهم يبقى الس وادي العين يبقى نقول 3 و3 3 و4 3 و5 بعد كده نقول 5 و3 5 و4 5 وايه و5 5 وك و5. طيب نجيب ما بين دولت بقى الايه الايه التقاطع المشترك ما بينهم تعال نشوف ايه المشترك ما بينهم ونجيبه. يبقى اذا س ضرب ص تقاطع س ضرب عين يبقى المشترك ما بينهم ال 3 و3 الزوج المرتب 3 و3 والزوج المرتب كام والزوج المرتب 5 وكام و3. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه نبتدي بقى نجيب مين س ضرب ص تقاطع العين. طيب يلا نشوفها مع بعض كده نقول س ضرب ص تقاطع العين الس عباره عن 3 و5 ضرب الاتحاد ما بين الصاد والعين ادي الصاد وادي العين نجيب الاتحاد ما بينهم بيتقاطعوا في ايه الاتقاط ما بينهم ايه المشترك ما بينهم هنلاقي الثلاثة بس هنلاقي ايه الثلاثة. طب يلا نقوله مع بعض 3 نضربهم زي 3 و3 3 و3 زي ما قلنا مفيش غيرها وبعد كده 5 وايه و3 5 وكام و3. طب هنلاحظ ايه هنلاحظ ايه بقى مع بعض كده اللي انا هنلاحظه ايه ان هنا لما ضربنا طلع لما عملنا عمليه الايه العمليه الاولانيه طلع لي 3 و3 و5 و3 العمليه الثانيه طلع لي 3 و3 و5 وكام و3 نستنتج ايه بقى او نلاحظ ايه ايه اللي انا هنلاحظه هنا هنلاحظ ايه هنلاحظ ان س ضرب ص تقاطع س ضرب عين بيساوي الس ضرب ص تقاطع الايه العين. دي الملاحظه اللي احنا ممكن ايه نلاحظها هنا. مثال جميل برضو تاني بيقول المثال اذا علمت ان س ضرب ص عباره عن 2 و6 2 و9 3 و6 3 و9 5 و6 5 وايه 5 و6 5 وايه 5 وايه عايز مني هنا دلوقتي بيقول لي هنا المطلوب مني هنا ايه ان انا عايز مني س بكام والصاد بكام وس 2 بكام وصاد 2 ايه بكام. طيب يلا نشوف مع بعض ازاي هنشوف ازاي نحل المساله دي. طيب يلا نبدا مع بعض كده اول حاجه س الس هي المسقط الاول عندنا في الايه في المساله يبقى إيه هنا نقول الس عباره عن كام 2 3 و5 طبعا هنا في عناصر ما تتكررش يعني الاثنين متكرره بناخد الاثنين مره واحده بس لان احنا في صوره صوره مجموعه والمجموعه ما فيش عناصر بتتكرر يبقى ناخد الاثنين والثلاثه والكام والخمس. طب الصاد المسقط الثاني يبقى 6 و9 بس 6 وايه و9 بس. طيب تعالى بقى معايا ناخده ايه س 2 تعالى احنا جبنا كده الس عرفناها عناصرها كام الس عباره عن 2 و3 والايه والخمسه. طب انا عايز نجيب ايه بقى دلوقتي س 2 س 2 معناها ايه س 2 ديت معناها ان انا بايه بناخد عناصر الس ونضربها في نفسها كانك ايه كانك بتكررها في نفسها او تعملها ازواج مرتبه مع نفسها يعني كان عندك المجموعه س ديت كررها كمان مره وابتدي تعمل معايا يبقى نقول 2 و2 2 و3 2 و5 بعد كده نبتدي نقول 2 3 و2 3 و3 3 و5 بعد كده نبتدي نقول 5 و2 5 و3 5 وايه و5 يبقى ديت عناصر عباره عن س ايه 2 عناصر س 2 او س ضرب س او س ضرب ا س يبقى 2 و2 2 و3 2 و5 نبتدي نتعامل مع الثلاثة نقول 3 و2 3 و3 مع نفسها الثلاثة مع الخمسة بعد كده نقول 5 مع الاثنين 5 مع الثلاثة 5 مع المين مع الخمسة. طيب نبتدي نجيب ايه بقى دلوقتي نبتدي نجيب اللي هي ص 2 او ص ضرب ص ص ضرب ايه ص. طب نعملها ازاي عناصر الصاد كان انا مكررها مرتين نقول الصاد عباره عن 6 و9 وكمان صاد عباره عن 6 و9 ونعمل حاصل الضرب يبقى نقول 6 و6 6 و9 بعد كده نقول 9 و6 9 وايه و9 يبقى انا كده جبت الايه الحاجه اللي هو ايه طالبها.
في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصل لك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.